السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين في المعادلات مستوى الثالثة إعدادي. إذا التمرين يقول حل المعادلة جوج إكس مربع ناقص 16 زائد جوج جذر جوج إكس ناقص 8 تساوي صفر. إذا هنا في هذه المعادلة غنحاول نقلب على التعميل، يعني غنحاول نكتبها على شكل يعني حدود من الدرجة الأولى. إذا كيفاش غادي ندير؟ فهنا كيبان لي هاد التعبير هذا كيمكن لي نحاول نكتبو على شكل ا مربع ناقص ب مربع، باش من بعد نستعمل المتطابقة الهامة ديال ا ناقص ب عامل ا زائد ب. إذا عندنا جوج راه هي جذر جوج، إذا جوج إكس مربع جوج راه هي جذر جوج أس اتنان إكس مربع، يعني هي جذر جوج إكس الكل أس اتنان. إذا جذر جوج إكس الكل أس اتنان ناقص 16 هي 4 في 4 أي 4 أس اتنان، زائد الشيء الآخر غادي نخليه كما هو. إذا هنا حصلنا على متطابقة هامة أ مربع ناقص ب مربع. إذا شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي هي جذر جوج إكس ناقص 4 عامل جذر جوج إكس زائد 4 زائد. إذا هنا ما عملنا لقينا مجموعة، لقينا عاملين، لقينا جذر جوج إكس زائد 4 وجذر جوج إكس ناقص 4، وهنا عندنا جوج جذر جوج إكس ناقص 8. إذا باش نلقى هاد العامل هذا خصني نعمل في هاد التعبير هذا بالضبط بجوج، إذا نعملو بالعدد اثنان. إذا في الحد الأول تبقى لي جذر جوج إكس ناقص، وفي الحد الثاني كانت 8 عملنا بجوج بقات 4 لأن 8 هي جوج في 4. إذا احنا لقينا عاملين مشتركين، لقينا العامل المشترك ديال الحدين. إذا غادي نعملو به جذر جوج إكس ناقص 4. إذا في الحد الأول عملنا بجذر جوج إكس ناقص 4 بقات لينا جذر جوج إكس زائد 4، وفي الحد الثاني عملنا بجذر جوج إكس ناقص 4 بقات لينا العدد 2. إذا جذر جوج إكس ناقص 4 جذر جوج إكس زائد العدد 6 تساوي 0. إذا جدا يساوي الصفر، يعني واحد فيهم كيساوي الصفر، وبالتالي جذر جوج إكس زائد 6 تساوي الصفر، أو جذر جوج إكس ناقص 4 تساوي لنا 0. إذا جذر جوج إكس يساوي إذا ناقص 4 عند دور الطرف الثاني ترجع 4، وجذر جوج إكس تساوي زائد 6 عند دور الطرف الثاني ترجع ناقص 6. إذا إكس يساوي 4. هنا عندنا جدا، يعني كنقسمو على جذر جوج، أو إكس كيساوي ناقص 6 على جذر جوج. نحيدو الجذر من المقام. إذا شنو غادي نضربو؟ غادي نضربو في المرافق. إذا المرافق ديال جذر جوج هو جذر جوج، وغادي نضربو لتحت جذر جوج مضروبة في جذر جوج، أي هي جذر جوج أس اتنان. إذا أو بنفس الطريقة ناقص 6 في جذر جوج على جذر جوج أس اتنان. إذا إكس تساوي 4 جذر جوج على العدد 2، أو إكس تساوي ناقص 6 جذر جوج على 2. إذا هنا عندنا إمكانية الاختزال، 4 على جوج كتبقى جوج، وبالتالي إكس كتساوي لنا جوج جذر جوج، وهنا كذلك عندنا 6 على جوج، إذا 6 على جوج هي 3، إذا ناقص 3 جذر جوج. إذا جوج جذر 3 أو جوج جذر جوج و ناقص 3 جذر جوج هما حل هذه المعادلة.